النموذج التقوي هذا ما نقدروش نستمروا فيه، لابد نغير الأمور، وباش نغير الأمور لابد من استعمال عقلاني للطاقة. هذا مش كافي، تكلمنا على الطاقة، تكلمنا على السكن، ولابد درك ونشوف كيفاش تدريجيا نخرجوا من تبعية المحروقات. معناه يكون برنامج قوي، ان بلان مارشال تاع الطاقات المتجددة مبني على الطاقات الشمسية. ان شاء الله من الجوا يكون برنامج انا فير دوفر تاع 1000 ميجاوات سولير. واش درنا؟ رحنا لعشر ولايات وتكلمنا معاهم، قلنا لهم هل ممكن تقدروا يعني تستوعبوا 100 ميجاوات كل وحده؟ راه في الطريقه، انا في طريق الانجاز. هذه من جهه، من جهه اخرى تكلمت على شركه جديده شغل صون الغاز بالصح تاع الطاقات المتجدده، راهي في طريق النمو وتدريجيا تكون عندها فرص باش يعني يكون عندنا برنامج تاع 1000 ميجاوات كل عام. L'objectif de cette réunion aujourd'hui, de cette conférence, c'est vraiment de débattre les solutions, de vraiment mettre à plat, comme le monsieur le ministre a dit, toutes les opportunités et de réussir avec des recommandations pour formuler un programme national au soutien de l'énergie renouvelable et transition énergétique dans le pays.